بسم الله الرحمن الرحيم. ركزوا معي. الفرسلة زوستر في نهاية المحاضرة هذه في تو كيسز في نهاية المحاضرة دي الكل حيكون عارف الآتي، دوري يخرج وهو مستوعب الآتي: ديفينيشن للفرسلة زوستر، باثوجينيسيس، ديزيزز، لاب دايجنوسيس، تريتمنت، بريفنشن. ركزوا معي. حنتكلم على الهربس، في علة الهربس فريدي حنتكلم على فيروس فيري فيري كومن ولا بد تستوعبوه، اسمه فرسيلا زوستر. زي ما قلنا في نهاية هذه المحاضرة إن شاء الله الكل حيكون عارف الفرسيلا زوستر ما هو تعريفها: باثوجينيسيس، ديزيزز، لاب دايجنوسيس، تريتمنت وبريفنشن. لا تنسوش الكلاسيفيكيشن اللي قلنا عليه الهابي. وعلى فكره كل الدي ان اي، كل الدي ان اي في عائله الهابي، الواي عشان تكونوا انتم سعداء وهي سعيده. زي ما اتفقنا انه في انفلوبد وفي نيكد اور نون انفلوبد. الانفلوبد كلهم دبل ستراند دي ان اي، في معنى الهربس فريدي اللي احنا حنتكلم فيها وكمان حنتكلم فيها المحاضره القادمه. في هيبه دي ان اي فريدي فيها عنصر واحد هو هيباتايتس بي فيروس، وفي البوكس فريدي، دول كلهم انفلوبد وكلهم دبل ستراند الدي ان اي، كلهم زي ما قلنا ايكوساهيدرال اكسبت بوكس. النون انفلوبد فيهم اثنين، فيهم دبل ستراند الدي ان اي وده عادي موجود، وفيهم اليونيك سنجل ستراند الدي ان اي. اليونيك قلنا ما فيش الا فيروس واحد سنجل ستراند اسمه بارفو فيروس، والفيروس اسمه بارفو فيروس بي 19. الدبل ستراند دي ان اي في معنى عائلتين: ادينو فريدي والبابوفا فريدي. احنا لازلنا في مجموعه الهربس وقلنا منهم 8 اعضاء. خلصنا هربس سيمبلكس فيروس تايب 1 وهربس سيمبلكس فيروس تايب 2. حنتكلم الان عن فرسيلا زوستر. المحاضره القادمه ان شاء الله نخلص البقيه كلهم: سايتوميجالو فيروس والابشتاين بار فيروس والهيومن هربس فيروس 6 و7 و8. زي ما اتفقنا في كلاسيفيكيشن اخر الفا وبيتا وجاما. قلنا ان الالفا فيها الثلاثه الاوائل: هربس سيمبلكس فيروس تايب 1، هربس سيمبلكس فيروس تايب 2، فرسيلا زوستر اللي حتكلم عليها اليوم. والبيتا فيها سايتوميجالو فيروس وهيومن هربس 6 و7، والجاما فيها ابشتاين بار فيروس والهيومن هربس فيروس. طيب ديفينيشن معروف الاستراكشر: دبل ستراند انفلوب ايكوساهيدرال. من اسمها شوفوا، ركزوا معي، من اسمها في فرسيلا وفي زوستر، والفيروس اسمه فرسيلا زوستر فيروس. الفرسيلا دي نسميها احنا البرايمري انفكشن، ودي كاركترايزد باي جنرالايزد راش. الزوستر ذا يسموه ناتج الري اكتيفيشن، مش اتفقنا ان العاله دي تظل ليتنت؟ فلو ما يحصل ري اكتيفيشن للفيروس ما عاد نسميش فرسيلا، نسميه زوستر. وذا كاركترايزد بحاجه سيفير نسميها ابيلت روزز فروم هيل، حزام ناري من جهنم، اجرنا الله واياكم. ذا نسميه الزوستر. اذا الديفينيشن فيري سمبل، الفرسيلا هي البرايمري انفكشن وكاركترايزد باي جنرالايزد راش، والزوستر هو ناتج عن الري اكتيفيشن وكاركترايزد باي اللي هو ابيلت روزز from hell. تعالوا نشوف الباثوجينيسيس عشان تكون الامور سهله بالنسبه لكم. في امرين قبل لحظات قلنا ان في برايمري انفكشن وفي اللي هو الري اكتيفيشن انفكشن. البرايمري نسميه، لا تنسوا شو الاسم ذا، فرسيلا اور تشيكن بوكس. احنا على فكره الاسم الدارج عندنا نقول تشيكن بوكس. اسمه بالعربي الجدري. طيب والري اكتيفيشن نسميه زوستر او نسميه شينجلز. اذا ركزوا معي، في برايمري وفي ري اكتيفيشن. البرايمري نسميه فرسيلا او نسميه تشيكن بوكس، وري اكتيفيشن نسميه زوستر اور شينجلز. المود اوف ترانسميشن باي الاير بورن يسموها دروبليت نيكولاي، حنتكلم عليها الان. ممكن يحصل كمان ترانس بلاسنتال، وممكن طبعا الدايركت كونتاكت مع الفيزيكلز، لانه مش قلنا في جنرالايزد راش، في الدايركت كونتاكت حتنقل الفيروس. تعال نتكلم على الاير بورن. في معنى مصطلحين لابد تفهموهم في دائما في الدروبلتس.
واللي هي حتعقبها ريسبيراتوري انفكشن، في معنى الاير بورن وفي معنى الدروبلتس. ما الفرق بينهم؟ الاير بورن معناها ايش؟ معناها انه حجم الدروبلت صغير جدا، اقل من 5 مايكرون ان دايامتر، صغير جدا. فلان حجمه متناهي في الصغر فيظل معلق في الهواء، وخطورته كبيره هنا. لا عاد ينفع معه هاند ووشينج ولا عاد ينفع معه شيء على طول. يعني لو واحد مثلا عنده فرسلة يعني عطس، حتظل الفيروس ده معلق في الهواء، اي واحد جاله طفل ولا كده حياخذ الانفكشن. فده نسميها اير بورن. ومن اسمها ما معنى اير بورن؟ محمل على في الهواء. فده نسميها اللي هي الاير بورن. الدروبلتس اللي هي اللارج، لما نقول دروبلتس بس معناها لارج، معناها انها اكبر من 5 مايكرون في الدايامتر. دي لما واحد يطلع دروبلتس حتظل موجوده على السيرفس. فجيت انا مسكت السيرفس حاخذ الفيروس. احنا الشرقيين عندنا عاده بعد واحد يمسك انفه كذا، فعلى طول يوصل الانفكشن الى انفه. فبالتالي ده حيحصل مود اوف ترانسميشن يوجوالي حتكون كونتامينيتد ذس سيرفيس. ومن هنا يجي نقول عمليه الجنرال ميجرز زي الهاند ووشينج فيري امبورتنت، حتمنع هذا المود اوف ترانسميشن. لكن الاير بورن هيكون بالتاكيد اخطر من الدروبلتس. طيب الان اير بورن على طول حيحصل انتري للريسبيراتوري مايكوزا، حيبدا يحصل له ريبليكيشن في الريجنال ليمف نود. بعد ما يحصل له ريبليكيشن حيروح للبلد، ونسميها الفيرست فايريميا. لا تنسوش المصطلح ده. وانس ان احنا نسمع فايريميا معنى ان الفيروس موجود في فايريميا، مع الفيروس موجود فين؟ في البلد. تمام. في الفيرست فايريميا والفيروس رايح في الدم، على طول حيروح للليفر والسبلين، يحصل له ملتيبليكيشن في الليفر والسبلين، ويرجع مره ثانيه للبلد، نسميه سكندري. من البلد، من السكندري فايريميا حيروح الى الريسبيراتوري مايكوزا، فبالتالي حيعمل المود اوف ترانسميشن، وحيروح الى المونونيوكليير سيل. المونونيوكليير سيل دي حتعمل له ترانسبورتيشن الى السكن والميوكس ممبرين. ولما يحصل له ترانسبورتيشن للسكن والميوكس ممبرين حيحصل له ريبليكيشن في الابيديرمال سيل. لما يحصل له ريبليكيشن في الابيديرمال سيل حيبدا يحدث سكن راش. السكن راش لا تنسوهاش، خلوكم معي. اول مين كاركتر انه سنترابيتال. ما معنى سنترابيتال؟ محوري في الترانك والفيس، محوري ما هوش في الاطراف، محور. ذاك يسموه سنترابيتال. اول مين كاركترز للراش انه سنترابيتال. بالتالي حنشوف موجود الراش في الترانك وفي الفيس. السكن راش ده كاركترايز بالاتي مين كاركتر على فكره بالنظر نشوفها، ونجي نقول هذا عنده تشيكن بوكس. وعلى فكره ذا اليوجوالي دايجنوس حقه كلينيكالي بيور، انه بوليمورفيك. يعني الشخص ده نشوف عنده ماكيول في نفس الوقت، ونشوف عنده بابيول في نفس الوقت، ونشوف عنده فيزيكال، ونشوف عنده فاستيول وكراست. انه الباستيول دي فرقعت وخرج البس واصبح كراست. فكل الستيجز حنشوفها في نفس الوقت. ذي اول ثاني كاركترز له. ثالث كاركترز وذي السبوت دياجنوسس، من ضمن السبوت دياجنوسس امبليكيتد اور امبليكاس ليشن. شفتوا السره الليشن يجي كذا وفي ندبه، فيه ندبه في الوسط زي الامبليكاس، فنسميها امبليكيتد ليشن. اذا في 3 كاركترز اور سبوت دياجنوسس للفرسيلا او للتشيكن بوكس. اول حاجه ان الراش سنترابيتال. ثاني حاجه ان الراش بوليمورفيك. ما معنى بوليمورف؟ كل الستيجز موجوده. ثالث حاجه انه امبليكيتد. برافو عليك. اذا اول ستيجز اوف راش موجوده، بنشوفها في نفس الوقت. الامر الاخر بعد ما يعمل هذه الراش اللي هي البرايمري انفكشن، يروح ليتنت في الدورسال جانجليا، في الدورسال رود جانجليا يظل ليتنت هناك. اذا اليوم اخذنا 3 ليتنت. هربس سمبلكس فيروس تايب 1 فين؟ هربس سمبلكس فيروس تايب 2 ساكرال، فرسيلا. الهيلينج حيحصل وذ اوت سكار فورميشن. ليش؟ لانها سوبرفيشال، ما يوصلش الليجن الى البيزل سيل لاير، فبالتالي دي حتكون سوبرفيشال وما فيش اي سكن راش. طيب لو سمحتوا الاكسرسايز الاول، تفضلوا.
بسرعة لكن لما نقول خلاص خلاص سلمت الورق خلاص. طيب ركزوا معي لو سمحتوا. اكيد المود اوف ترانسميشن زي ما قلنا ايربورن اور كونتاكت، حيروح للريسبيراتوري مايكوزا، حيحصل له مالتيبليكيشن، بعد ما يحصل له مالتيبليكيشن حيحصل يروح الريجنال لينف نود، بعدين فيرست فايريميا اول ما يروح البلد، وبعدين ليفر والسبلين، سكندري فايريميا الى المونونيوكلير سيل. هذه الانكوبيشن بيريود السكه ذي لين يحصل راش من بعدين ما عاد شنو يعمل اكسس ما عمل شاء الله عليكم. الانكوبيشن بيريود دي كلها عاوزه من 10 الى 21 يوم لين يحصل الراش. بعدين من المونونيوكلير سيل اللي يحصل له ترانسبورتيشن الى السكن والميوكوس ممبرين، يحصل له بعدين ريبليكيشن في الابيديرمال سيلز سكن راش، ويحصل له ليتنسي فين؟ في الدورسال روت جانجليا. طيب ركزوا معي، في معنا في الباثوجينيسيس امرين. الامر الاول انه البري ايرابتيف ستيج ما قبل الايرابشن راش اللي هو ذا حيكون كاركترايزد باي فيفر، فيرستلي فيفر وما عندوش اي شيء. الامر الثاني حيكون في ملايز وفي هيدك، بعدين افتر 1 الى 2 دايز حيبدا طور اللي هو الاربتف ستيج. قلنا كل كاركترايزد باي ايش؟ بوليمورفيك، كل الراش موجوده. الامر الثاني سنترابيتال انه محوري الراش، وطبعا اكيد حتكون طبعا سنترابيتال معناها موجوده في الترانك وفي الفيس. في حاجه في الكونجينيتال احنا مش قلنا انه ينتقل بالترانس بلاسنتال، فيوجوالي وهي رير لكن ممكن تحدث انه في الشهر الى الشهر الثاني من الحمل لو تعرضت البريجننت وومن حيعدي عبر البلاسنتا وحيصيب الفيتس ويؤدي الى ما حاجه بنسميها احنا كونجينيتال فرسيلا سندروم. الكونجينيتال فرسيلا سندروم دي رير زي ما قلنا، لكن ممكن يحدث عنده منتال ريتريديشن، يحدث عنده الليب ابنورماليتيز تشوه في الاطراف، وفي كمان في الاي ابنورماليتيز. دي نسميها كونجينيتال فرسيلا سندروم. اذا اصيب شخص اميونو كومبرومايزد، شخص اميونو كومبرومايزد بيشنتس لاي سبب من الاميونو كومبرومايزد فيتال، وحيؤدي الى يوجوال الدث، وحيؤدي الى حاجه بنسميها الفرسيلا نيمونيا ويحصل دث، ودي خطوره لو ما يتعرض لها شخص اميونو كومبرومايزد بيشنت. طيب تعالوا نشوف الباثوجينيسيس للزوستر. الزوستر زي ما قلنا الشخص وهو طفل تعرض الفرسيلا يوجوال بعد 50 سنه 60 سنه حيحصل ري اكتيفيشن ويحصل الديزيز الاخر نسميناه زوستر او نسميه شينجلز. اذا اول ما يحدث البرايمري انفكشن عبر الفرسيلا اور تشيكن بوكس، ويجي الطور اللي هو طور الراش ونسميه البرايمري انفكشن. بعد ما يحصل كومبليت ريكفري الفيروس ده يروح في الدورسال روت جانجليا، يظل ليتنت هناك، يحصل له ري اكتيفيشن بنفس الري اكتيفيشن اللي قلنا عليها انه الاسترس. بعدها حيحصل ما نسميه ديزيز نسميه زوستر اور شينجلز. الزوستر معناها من حزام زوستر، لانه يحصل عنده كله يرجع عبر النيرف وهايلي بينفول. طبعا انفلاميشن اراوند اكستند اراوند الميدل ذا بودي، ويحصل حاجه بنسميها ابيل ثروزس اوف هيل، وذا ديو تو ما نسميه بالري اكتيفيشن اوف ذا فيروس. هايلي بينفول، تخيلوا مجرد المروحه تصوروا من كثر الالم، المروحه تعمل له بين والم بشكل فظيع، لانه النرف كله مجروح، فبالتالي اي حركه وتحصله ما يقدرش حتى يلبس الشميز، يحاول يظل عريان، ولو جات ريح يحصل الم فظيع لان النرف كلها معراه ومجروحه. طيب
الكومبليكيشن في حاجة مهمة جدا بالكومبليكيشن للزستر بعد ما يختفي الزستر بعد ما يختفي الزستر الموست كومن كومبليكيشن يسموها البوست هيرباتيك نيرولجيا نيرولجيا او البوست هيرباتيك نيرولجيا هي اكثر كومبليكيشن عبارة عن ايش يحس بستاب اور ستابينج كانه حد بيطعنه الصوره ده ممكن يستمر الى سنه فدي اكثر كومبليكيشنز موجوده ممكن تستمر معه شهر ممكن تستمر معه سنه يحس حاجه زي الطعن فيه باستمرار في حاجه ممكن تحدث لكنها رير نسميها اوفثالميك زوستر انه يحصل في بالنسبه في الاي يحصل اوفثالميك زوستر لاب دايجنوسس انتم عارفينه يوجوالي كلينيكالي لكن لو حبينا نتاكد حناخذ السبيسمن من فين السمير من الفيسكولر فلويد من السيرم الكترومايكروسكوب مالوش معنى خالص وهو ان ما هو روتين الليجنز دي ممكن نعمل تيزاناك سمير وحنشوف مالتي نيوكليتد جاينت سيل ودي زيها زي الهربس سيمبلكس فايروس تايب 1 زي تايب 2 زي الفرسيلا زوستر الامر الاخر في سبيسيفيك انتي بوديز نعمل ديتكشن للانتيجين ودي نروح نعمل الفلويد او الفاسكولار فلويد نعملها على سلايد نجيب انتي بودي سبيسيفيك للفرسيلا عليها ليبلد باي فلوريسنت ونحطها عليه ونشوف هل هيحصل وميض ولا لا لو حصل وميض معناه ان الانتي بودي ارتبط بالسبيسيفيك انتيجين اللي هو الفرسيلا دايركت اميون فلوريسنت دايركت اميون فلوريسنت ما معنى دايركت الانتي بودي على طول جاهز مربوط بالفلوريسنت فيسموها دايركت اميون فلوريسنت اكيد الدي ان اي بالبي سي ار نستطيع ان احنا نعمل ديتكشن للفيروس لكن زي ما قلنا يوجوالي حيكون كلينيكالي وزي ما شفتوا المين كاركترز اور السبوت دايجنوستس فور دايجنوستس الفرسيلا الفيروس ممكن نعمل له ايزوليشن ونعمل ديتكشن للايزوليشن في التيشو كلشر بالسبيسيفيك انتي بودي المربوطه بالفلوريسنت لكن ما هوش روتين نشوف طبعا الجرين ابل اندر الفلوريسنت مايكروسكوب في السيرم نشوف الديتكشن للفرسيلا زستر انتي بوديز لكن زي ما قلنا هو يوجوالي حيكون التشخيص حيكون كلينيكالي طيب الان السبوت دايجنوستس الشيء نتناقش احنا وانتم على طول عشان بس ما ننساهاش السبوت دايجنوستس للفرسيلا او التشيكن بوكس تفضلوا اشتي اسمع واحده من هنا واحده من هنا تفضلوا فعداتكم السبوت دايجنوستس كيف نشخصها تفضل سنترابيتال برافو عليك اذا الراش حيكون سنترابيتال ها كله بوليمورفيك يعني كل السكار سكن ريش السكن راش موجوده اذا بوليمورف نحصل ماكيول وبابيول وفيزيكال وباستيول وكراست برافو عليك الامبلكس ليجن نشوف الندبه في السنترال بالنسبه للسكن راش دي المين كاركترز بالنسبه للفرسيلا ما تنسوهاش او التشيكن بوكس نشوفها على طول نشخصها في ديزيز حنتكلم عليه قدام اسمه السمول بوكس هو خلاص حصل له اريديكيتد بس كان شبيه بالفرسيلا حنتكلم عنه ان شاء الله في حين اذا اول حاجه طبعا بالتاكيد في فرز زي ما قلنا قبل ياس بعدين بعدها يحصل الراش واتفقنا انه سنترابيتال بوليمورفيك لا تنسوهاش انه في ماكيول وفي بابيول وفي فيزيكال وفي باستيول وفي الكراست وكمان الامبليكيتد اور امبليكس ليجن موجود التريتمنت اول تريتمنت يعطوه كلاميل لوشن يعطوه كلاميل لوشن عشان الراش اللي عنده يعطوه انتي هستامين شوفوا ليش انه جالس يهرش على طول فيعطوه انتي هستامين عشان ما عاد يهرش الامر الاخر انه يعملوا دي نقطه مهمه انتبهوا لها يعملوا كاتنج للنيلز ليش لانه اخذ الفيروس ممكن نقله الى مكان اخر فيعملوا كاتنج للنيل يعملوا انتي بايوتكس بس لحظه ليس للفيروس ولكن لانه مش احنا قلنا حيحصل ألسريشن فحيكون بريديسبوز بكتيريال انفكشن فيعطوه انتي بايوتيك لو في سكندري انفكشن بالبكتيريال وليس للفيروس طبعا بالتاكيد الاسايكلوفير والفالاسايكلوفير كلهم دول دراج اوف تشويس ويستخدموا كلهم سواء كان للفرسيلا اللي هي تشيكن بوكس او للزستر اللي هو شينجلز سواء كان في الادلت او في الاميونو كومبرمايزد بيشنتس الاسايكلوفير هل ممكن يجي على الراش زمناري يعني خلصنا هو مش لا في يعطوا انالجيسك لكن هذا بالنسبه حيمنع الريبليكيشن للفيروس وبالتالي الاميون سيستم حيتكفل بالباقي
وبالتالي لو الفيروس ده حصل له كيلينج اور ديسترويد خلاص انتهى الموضوع بالنسبه لي. لكن الاميون سيستم بالتاكيد حيتكفل بالباقي. ولذلك دائما نقول احنا لو كان الشخص ده اميون كومبرمايزد حيكون فيتال الديزيز، لان الاميون سيستم ما عادش موجود. فذا بالنسبه للاسايكلوفير هو حيقضي على حيوقف الريبليكيشن عن الفيروس، والاميون سيستم حيعمل ديسترويد للفيروس وبالتالي ينتهي الموضوع ده. لكن لموضوع الالم يستخدم انالجيسيك. هو يمنع الريبليكيشن، ولو منع الريبليكيشن معايا اميون سيستم حيخلص على الباقي، لكن مشكلتك انت الان في الريبليكيشن للفيروس. طيب في معنى علاج نيو دراجز اسمه الفوز كارنت دراجز، هذا ميزته يختلف عن الاسايكلوفير انه معول مش محتاج للهيومن كاينيز، مش احنا قلنا يعمل ترايفوسفيت ما عادش محتاج له على طول يشتغل. فذا بالنسبه للدراجز النيو دراجز ما عاد يحتاج انه يتحول بالهيومن كاينيز الى الاسايكلوفير اللي كان اسايكلوفير ترايفوسفيت. في حاجه لا تنسوهاش اللي هو افويد الاسبرين ري سندروم. ايش الري سندروم؟ انكيفالوباثي وهيباتايتس وذي فيتال. وبالتالي على فكره خذوها قاعده، اي تشايلد ما نعطيش اسبرين، نعطي باراستامول ونخلص انفسنا. طبعا البريفنشن في اكتف اميونايزيشن، اكتف اميونايزيشن في بدا بالاكتف اميونايزيشن بالفاريفاكس في عام 1995 اللي هي الفرسيلا اللي هي تشيكن بوكس، ومن اسمها فرسيلا في فاريفاكس. وبدا فاكسينز حديثا للزوستر، بدا واحد في 2006 سموه الزوتا فاكس، واخيرا سموه شينغريكس. دول التو فاكسينز ده 2017 اخر واحد. طبعا ده ما يعطاش الفاكسين اللي هو حق الزوستر الا الناس اللي هم الاولد ايج اللي فوق ال 50 فوق ال 60 يعطى لهم، بس طبعا هم تعرضوا زمان للفرسيلا. طبعا الفاري فاكس ذا هو لايف اتنويتد، ويعطى اكتشف في 1995 ويعطى تو دوزز. الزوتا فاكس ذا اتنويتد ويعطى سنجل دوز بس الاولد ايج، لكن ده خلاص الان ما عاد نحبش نعطيه. ليش؟ لانه جاء في 2017 اللي هو شينجريكس ذا ريكومبننت. ذا ريكومبننت لا انتم لا ريكومبننس معناها بالجين نفسه، ريكومباينيشن جزء منه، فبالتالي ما عادش اتنويتد ما عادش مضاعف. لا خلاص تخلصنا من مضاعف، احنا عملنا حاجه ريكومبننت. فذا اللي ينصح انه فوق ال 60 ياخذوا اذا كان عندهم، اذا كان تعرضوا من زمان للفرسيلا. طبعا في حاجه ان الناس اللي منكم كومبرمايزد بيشنتس لو تعرضوا للفرسيلا نعطيهم اللي هو الفرسيلا زوستر اميونوجلوبولينز. في انتي بوديز موجوده بشكل ليش احنا سميناها جاما جلوبولينز؟ لانها موجوده في الجاما، في منطقه الجاما لو ما نعمل الكتروفوريسيس. فكميه الانتي بوديز للزوستر عاليه جدا سبيسيفيك للفرسيلا، فنروح نعطيهم عشان بس تعمل بايندينج وما يحصلش المانيفستيشن تكون سيفير. ده بس نفضل ما نعطيهاش الا للناس اللي مينو كومبرمايز. تعطى كمان للام اللي هي الانفكتد بيفور الدليفري، قبل ما تولد باسبوع اسبوعين نفضل نعطيها اللي هي الفرسيلا زوستر اميونوجلوبولينز. وكمان نعطيه للنيونيت عشان بس نقلل المانيفستيشن ونقلل الكومبليكيشن. تفضلوا الكيس ستدي. حسمع يا استاذ. الكيس اللي قرأتوها أول شيء الموست لايكلي دياغنوسيس تشيكن بوكس أور فرسيلا، صحيح. السبوت دياغنوسيس تفضلوا. سنترا بيتل بوليمورفيك، برافو عليك. إذن سنترا بيتل، طبعا الفيفر مهمة لكن الفيفر نان سبيسيفيك. سنترا بيتل والبوليمورفيك والامبليكيتد ليجن. الفيس الفيروس ليتنسي فين؟ خلاص دورسال بوت جانجليا. طيب وين ذا فيروس ريأكتيفيشن ذا ديزيز از كولد؟ شينجل اور زوستر. المود اوف ترانسميشن هنا ايش؟ برافو عليك اندوجينوس.
طيب البرايمري هنا دروبلتس والري اكتيفيشن هنا اندوجينس. اخر حاجه تست هنبدا بكم. ها السؤال الاول لكم ذا سبوت دياجنوسيس اوف فيرسيلا اللي هو تشيكن بوكس. واحد سنترا بيتر راش. يا سلام اللي اقول صح انا. All types of rash are present. Bravo. اللي هو polymorph. الامبليكيتد ليجن. Bravo. هيل وذ سكار. يس. برافو عليكم. السؤال الثاني لكم. The mode of transmission of zoster. Droplets. Contact. Transplacental. Endogenous. ما شاء الله. The mode of transmission of الفرسيلا or chicken box. Droplets. طبعا احنا نقول droplets اللي هي الايرفورم. Contact. برافو. Endogenous. Transplacental. برافو. السؤال الرابع لكم. The Varicella zoster virus latent on trigeminal ganglia, sacral ganglia, B cell, dorsal root ganglia. برافو. كنت معكم في ما مضى من المحاضرة في الفرسيلا زوستر. لا تنسوهاش، ذاكروها، هتشوفوها في الكوميونتي بشكل كبير جدا. شكرا جزيلا لكم، وشوفوا على خير.